لدوين الحكومة أعلن إن هيجمع ضرائب جديدة وبيتحدانا نمنعه. لازم نتخذ إجراء حاسم. يقاوموا اي حصار. اعوانه بيهجموا على القرى علشان يسرقوا الاموال وينهبوا المحاصيل. وتفتكر ايه العمل؟ مفيش فايده. اي حاجه هنعملها هتؤدي لحرب اهليه، وده بالظبط اللي عايزه ابطالي. انا عارفه ان انت مش جبان. انت حاربت في مواقع كتير وكسبتها. مماليك ابطالي ومماليكي ممكن يفتوا بعض في معركه من غير ما حد ينتصر. اوضح عم البلاد وأعدائنا في الخارج هينتهزوا الفرصة ويهجموا علينا. مسكين يا عيبك، مسكين. بتسخري من مشاكلي ولا مني؟ لا يا عيبك، الموقف ما يحتملش أي سخرية. بس اسمح لي أقول لك أنا مشفقة عليك بسبب ضعفك. اللي أنا بعتبره من أجمل صفاتك. أنت عاوز العالم كله يقول عنك عيبك النبيل، العادل، الطيب. عشان كده بتفكر كتير قبل ما تخطي أي خطوة. تنتظر كتير قبل ما تضرب ضربتك. عندك حق، احنا مش لازم نخاطر بحرب اهليه، لازم نمنعها. ازاي؟ لازم يختفي. قصدك نقتله؟ مش انا، انا مش في طبع الاغتيال والتآمر والخيانه. التردد يا عزيزي ايبك،
تفتكر لو هو كان في مكانك كان تردد؟ لكن هو مش في مكاني. طيب ومخلص ونبيل لكن مش في مكان. محمود تروح فورا للأمير فخر الدين أقطاي وتقول له إني أنا عايزة أكلمه هنا الليلة على انفراد، وقول له إني أنا ابتديت أشك إذا كنت اخترت الزوج المناسب. قول له إني عايزة أناقش الموضوع معاه. تقدر تنصرف.